في اللعب في السكوت التام وهو المطلوب. لا ارسل الأول. شفت الريحة؟ الريح. شفت الريحة انكرويب. الريح غيرت ربما حتى الكرة تغير، حتى السرعة غير. على كل داخل في قانون اللعبة، ننتظر مرة يوم عليك ويوم إليك، مرة عليك ومرة إليك. هذه هي الكرة. مالك أمامكم أي بضربة الإرسال تعاد على مستوى الشباك. لابد من النجاح في الأول، لابد من النجاح. أي مالك قليل من التركيز. كرة قصيرة. انجح فيها ترانزيت 3-0. يرجع فيه للمباراة هكا، رجعوا للمباراة. هو في بعض الأحيان عندما تكون الكرة سهلة بالنسبة للجزائري تصبح صعبة بالنسبة للفرنسي. طبعًا طبعًا. مثل الحالة هذه الأخيرة. يلا هاي 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 الكرة إعادة. يلا مالك يلا هذا مالك، لأنه ما نرجعوش في المباراة، ما نخليش ياخذ ثقة في نفسه. أكثر صرامة، أكثر كرات عميقة. الإرسال معك، يجب تستغل هذه الفرصة. الإرسال لمالك الجزيري. مش قاعد يعدي في الإرسال الأول. وبالطبع الأهمية دائما في الإرسال الأول. قم يقبل. الظرف ترى باش يعيد الإرسال الأول لأن كان فيه أيوة. إذا في الإعادة إفادة ربما. أي مالك إرسال مالك الجزيري. لا اللي صار مالك الجزيري فعلا. شفت بعض الأحيان تجيك ظروف طارئة، مثلا الشمسية نزلت، الحكم أعطى إرسال أول مرة. أكيد إن شاء الله داخلة في اللعبة، داخلة في قانون اللعبة. إرسال مالك الجزيري دائما من تونس أمام غريغوار بروكي الفرنسي. لا شباك شباك. لا يا مالك قليل من التركيز، قليل من التركيز. غير النسق، أركز. طبعا يشجع نفسه، طبعا اللاعب يشجع نفسه. متأخر 5-2 ويرجع في النتيجة 5-4. وفرصتين لتكسير إرسال، لكسر إرسال المنافس. هذا كله عامل طبعا ثقة في النفس للاعب الفرنسي اللي يستحق هذا الرجوع. لكن في المقابل نحتاج أنه مالك يرجع بسرعة إلى مستواه. مالك الجزيري في الإرسال خارج. خارج باهي. شوف الارسال ضعيف ضعيف برا برا. لا يستغلوا معناها. لا لا لازم يرجع التركيز مالك، لانه فقد تركيزه حقيقه في 3 أشواط متتاليه. ليش ناتج الشيء هذا؟ علاش فقدان التركيز؟ استسهال المنافس، استسهال انه